تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم الإذاعة المتميزة إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مستمعينا نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية الصحية. طاقم البرنامج معنا اليوم في التنسيق أحمد سلامة، صباحك الله بالخير، وهذه تحية أيضا لمخرجنا ناصر السليمي، وكل التحية لك دكتورة ندى الملا، صباحك الله بالخير. صباح الورد وصباح الجمال وصباح الخميس، آخر يوم في الأسبوع، إن شاء الله كان أسبوع جميل علينا وعليكم، وندخل بعدها لمود نهاية الأسبوع والإجازة والراحة، ونترك مشاكل الدوام في الدوام لين الأحد إن شاء الله الساعة 7:30 صباحا. نرحب فيكم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة. ذكركم أرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. مثل ما تعودنا وحين كل مرة نقول لكم ان هذه قنوات عشان تتواصلون معنا، تعطونا ملاحظات، اراء، شكوى، شكر، اي شيء حابين توصلون لنا ويوصل للقطاع الصحي ويحسن القطاع الصحي في دبي بشكل خاص وفي الامارات بشكل عام. فهو في النهاية برنامجكم، ودائما نقول البرنامج نثري احنا بتواصلكم بملاحظاتكم وبارائكم. طيب اليوم يعني حلقتنا غنية بالعديد من المواضيع ونتكلم عنها، لكن قبل ندخل في تفاصيل الحلقة معانا هذه المداخلة من أسماء الجناحي مسؤولة التواصل الاجتماعي عندنا في هيئة الصحة بدبي. طبعا أسماء أنا قلت بأخذها أول الحلقة، تسمعيني أسماء؟ صباحك الله بالخير. صباح الله. انا قلت بطلعك اول شيء عشان ادري عندك وايد اشغال وكذا تبغي تخلصينه، خل تفتكين منه اول شيء. قولي يا أسماء. حسب اليوم الخميس الونيس، نحب بس نعطي ملخص عن الأشياء اللي صارت أمس واللي بتصير اليوم. أمس كان عندنا مبادرة قيادات في خدمتكم، وكان مع دكتور حيدر اليوسف، تكلمنا عن بعض المبادرات اللي لم يتم الإعلان عنها، وتكلمنا عنها بشكل مبسط، وراح تكون إن شاء الله في الفترة المقبلة. من أبرز الأشياء اللي تكلمنا فيها واللي راح يحبونها الجمهور، راح يكون في نظام تقييم لشركات التأمين والمستشفيات، مو بس المستشفيات حتى التخصصات. مثل الريتنج، يعني مثلا اذا انا ابغى تخصص القلب، منو افضل طبيب مثل زماته بس للطب؟ ممتاز. فاذا بعرف التخصص منو هذا مثلا حسب المعايير العالميه، كم عدد مثلا الشكاوى على هذا المركز او هذا الطبيب، وهني راح يكون في ريتنج، وان شاء الله راح يطلع قريبا في هيئه الصحه بدبي في موقع، واي واحد يبغى يعرف من الدكتور اللي بيصير له يدخل الموقع، بكل شفافية المعلومات راح تكون متوفرة. هاي من أبرز الأشياء اللي فعلا أنا عيبتني من ضمن نقاشاتنا من ضمن الكثير. نتمنى الناس يدخلون على وسم قيادات في خدمتكم ويتعرفون على الأشياء اللي نحن قلناها أمس على الانستغرام أو على التويتر. أسماء هلا، أنا أقول لك شغلة، نحن برنامجنا نحن نطلع فيه الحصريات، فهذا الموضوع تكلمنا فيه قبل نحن في برنامجنا مع الدكتور حيدر. كان عندكم الاسبوع للتذكير معي، للتذكير من مع اسماء لما سمع سبحان الله. لا لا بس اليوم. في امور شو الحصريه الحين جيد. الحصريه او السرعه في السوشيال ميديا، هي اكيد طبعا السرعه دائما في السوشيال ميديا في الاعلان عن الاشياء. هذا هني قوه وسائل التواصل الاجتماعي. بالضبط. تفضلي اسماء. طيب،
غير هذا في المبادرات القادمة عن الكشف المبكر، عن هالأشياء راح تكون موجودة في برنامج أيضا سعادة، هذا راح يحم مواطنين إمارة دبي اللي عندهم تأمين سعادة، راح يكون في الكشف المبكر وراح يكون في جدول كامل كيف يقدرون يقون نفسهم من أمراض المستقبلية بالتنبؤات حسب الدراسة اللي راح تكون موجودة. ونختمها ب رسالتنا الصباحية، دائما عندكم برنامج مليء بالمعلومات، نقول جد التوازن بين عملك وحياتك الخاصة، فكل ما خلطت بينهما كل ما زادت الضغوط عليك. صحيح، تتماشى هالرسالة مع جو الخميس وآخر يوم في الأسبوع والناس بتروح الإجازة. جميل يا أسماء، شكرا لك. الله يحفظك. شكرا لك يا أسماء، ونهارك سعيد. طيب أنا قدمت في بوابة الإمارات للاقتراحات والشكاوى بموضوع أنه لا يوجد أي مستشفى حكومي في الطب النفسي في إمارة أم القوين، وأن أقرب مستشفى حكومي يبعد مسافة ساعة على الأقل من إمارة أم القوين. كان يوجد قسم استشارات النفسية في إمارة عجمان، ولكن تم إغلاق القسم منذ فترة طويلة تقريبا من أكثر من 9 أشهر بدون الرد في بوابة الإمارات للاقتراحات والشكاوى. سابقا كان الرد يأتي أقل من 2 شهر، مفروض الرد يجي في 3 أيام. صح. زين. عموما يعني أحمد سلامة بتشوفه على الـ على الـ على نور دبي، على نور دبي لايف. إنزين، خذ الشكوى ووصلها حق الإخوان في وزارة الصحة، إذا ممكن نطلعهم. بعمل لك أنا أصلا صورة حق الشكوى على الآيباد. عموما دراساتنا اليوم تقول علماء يحددون أهم أسباب الأرق. قبل أقرأ الدراسة لحظة، لا تقرين، شو أهم أسباب الأرق؟ أهم أسباب الأرق طبعا محمود، أول شيء عدم اتباع اللي يسمونه سليب هايجين أو الخطوات اللي تؤدي للنوم، بعض الأمراض، بعض الأدوية، وبعض سلوكيات الحياة. إنزين، يقول تحصل علماء النفس في أمريكا وهولندا على نتائج مثيرة للاهتمام في بحثهم عن مسببات الأرق، ويؤكد كينيث ليشتاين أستاذ علم النفس في جامعة ألاباما الأمريكية على أن 25% من الناس الذين يشكون من نوم سيء يعانون من التعب والإرهاق في النهار، إلا أن الخبراء يعتقدون بأن 1/3 السكان الذين يؤكدون معاناتهم من الأرق ينامون في الواقع بشكل جيد ويرتاحون بشكل أفضل. لكن المشكلة تتعلق بعوامل نفسية تعد من الأسباب الرئيسية للأرق. أما العلماء الهولنديون فقد أكدوا دور الوراثة في مشكلة الأرق بعد أن قاموا بأكبر دراسة علمية في التاريخ، وأخذوا عينات من الحمض النووي ل1,300,000 شخص أثبتت نتائجها الأسباب الجينية الوراثية لمشكلة مرض الأرق وسوء النوم، إذ اكتشفوا 956 من الجينات المسؤولة عن هذه الحالة. زين، تظهر الإحصائيات أن الأرق مرض منتشر بنسبة كبيرة ويؤدي إلى اضطراب النوم، ما يشعر الإنسان بالتعب منذ الصباح. طلع بعد مشكلة جينية الأرق، الحين هاي مشكلة. هاي دراسات تقول شيء. زين، اللي تعرفين الحين المشكلة الأكبر يوم الواحد يكون نايم ويجي ياثوم. الياثوم بس ما يصير متكرر محمد. زين، بس الياثوم شو أسبابه دكتورة؟ في أسباب علمية له. في أسباب علمية، في ناس تقول النوم المتأخر، في كانت تقول الأكل الثجيل وأحلى ما يسجل في الأكل قبل ما ينام، في ناس كانت تقول ما صلى العشاء قبل ما ينام. إذا شو تفسيره علميا تقنيا، شوفوا شو اللي يصير. الواحد يحس كأنه في ثقل على صدره، كأنه حد ماسك قاعد على صدره، وفي ناس يقول لك أحس كأنه حد ماسكني من رقبتي، بس علميا ما أعرف التفسير العلمي بالضبط 100%. الفكرة كلها في الأساس تدري شو دكتورة؟ أن الواحد وهو قبل لا يرقد أنزين الجسم أو البخ يعطي إشارات بارتخاء العضلات كلها. إنزين، اللي يصير بالضبط مثل الشوط، شو اللي يستوي؟ أن الواحد ينشم من الرقاد، هو أصلا واعي بس مو بقادر يتحرك، الجسم في حالة ارتخاء، مخه شغال، يعني دخل مرحلة هذا. فهني هذا اللي يصير معنا، يبغي يتحرك، يحس أنه في شيء على صدره، في شيء على هاي
يعني من التفسيرات لل هو التفسير العلمي الحقيقي لهذه الظاهرة. ممتاز. عشان شيء كانوا يقولون الواحد يعني يتيدد قبل ينام، يصلي له ركعتين، هذه كلها تعطي راحة وسكينة وتخلص أيضا من موضوع الأرق. بالضبط. يعني واحد من أكثر الأشياء اللي ممكن تسبب الأرق، يعني تدرين شو؟ يعني ساعات الأكل الثقيل، مو بالأكل الثقيل بعد، يمكن واحد ما يصلي. زين، اللي ما يصلي ولا اللي يأجل صلواته كذا مرة واحدة ويبغي يرقد ما يروم يرقد، يمكن إحساس الذنب. لا، ما في إحساس بالذنب، هذا حين أنت فقدت السكينة اللي أنت تسعى لها أصلا. صح، بالضبط محمد، سبحان الله. صح، أكيد اللي ما يصلي طبعا، اللي ما يحضر على صلواته أو خصوصا صلاة العشاء قبل النوم، وحتى لو كنتم صلين ركعتين قبل ما ترقدون، وحتى قراءة شوية من القرآن. القرآن عليه درا، يعني طبعا القرآن كلام الله ونعافه وايد احنا كمسلمين، ولكن حتى الدراسات العالمية سووها إنه فعلا تعطي إحساس مهدئ في الجسم، تخفض ضغط، يخفض ضغط الدم. قراءة القرآن يخفض عندنا ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم واحد من الأسباب اللي تخلي الناس ما تقدر تنام في الليل أو يصيبها الأرق. فشوف إحنا عندنا في الدين الإسلامي أشياء ممكن نسويها، الصلاة قبل النوم، قراءة القرآن، كلها تعطي سكينة عشان ندخل في مود أو مرحلة النوم. طيب نطلع فاصل دكتورة، بعد فاصل إن شاء الله ما نتحدث عن يعني بعض الأمور الخاصة بالمشاريع والتطوير، مشاريع تطوير الأعمال في هيئة الصحة بدبي. يكون معنا إن شاء الله الأستاذ ضرار الحسيني، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مرة اخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. ارقام التواصل معنا مستمعينا على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طيب دكتورة، يعني كنا نتحدث عن موضوع النوم والارق. انزين، انا اللي عارفة ان انت تنامين وايد من وقت. اي والله 9:30 اخر حد خلاص. اي انا مره دقيت بالغلط يعني 10:30، فسامحيني. ما كنت اعرف ان انت تنامين 9:30. لا ما اعرف في الفتره الاخيره عرفت. لا لك، لو في يعني داعي حاجه ممكن نسهر لين السهر بالنسبه لي 10:30، يعني هذا انا سهرانه الحين. اي لا انت رديتي جزاك الله خير، رديتها. اكمل ولا ما اكمل؟ تفضل محمود تفضل. تفضل. زين، في ضوء انفتاحها على العالم ومؤسساته بغرض تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفه والاستفاده من اخر المستجدات العلميه والطبيه والتقنيه، اضافت هيئه الصحه بدبي امس شريك جديد الى قائمه شركائها الاستراتيجيين، وابرمت الهيئه معه مذكره تفاهم للبحث العلمي وتبادل الخبرات والتجارب مع جامعه أوديني، إحدى المؤسسات العلمية والأكاديمية الإيطالية الرائدة عالميا في مجالات شو زراعة الأعضاء وطب الطوارئ والبحوث الطبية المتخصصة. وقع المذكرة عن الهيئة معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعن جامعة أوديني البروفيسور ألبرتو فيليس ديتوني رئيس الجامعة، بحضور سعادة القنصل الإيطالي في الدولة فالنتينا سيتا وعدد من مسؤولي الهيئة. بنتكلم عن هالموضوع. يسعدنا يكون معنا اليوم في الاستوديو الأستاذ ضرار الحسيني مدير المشاريع وتطوير الأعمال في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أستاذ ضرار. صباح النور والسرور، مرحبا بكم، حياك الله. طيب أستاذ ضرار، يعني في البداية خلنا نتحدث عن قيمة وأهمية الانفتاح على العالم وعلى هذه التجارب الناجحة واستقطابها إلى إمارة دبي وإلى هيئة الصحة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الانفتاح على العالم للاطلاع على التجارب الناجحة ونقل المعرفة من الأهمية بمكان، حيث من خلال الاطلاع على التجارب العالمية نستطيع أن نواكب آخر المستجدات في الأبحاث الطبية والتطور الطبي والعلمي والإداري، وتبني الابتكارات التقنية الحديثة التي ستغير نوعية الخدمات الطبية المواكبة للعصر، وتحقق استراتيجية هيئة الصحة في دبي وتلبي طموحات الرؤية الثاقبة لحكومة دبي. كما أن العالم من حولنا يتقدم بسرعة في المجال الطبي من حيث الأبحاث العلمية المطروحة وطرق العلاج الحديث واستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي الذي يرتقي بالخدمات الطبية. ممتاز. أستاذ ضرار،
هذا الانفتاح شو بيكون له تأثير على المستشفيات ومنشآت هيئة الصحة بشكل عام؟ نعم، هذا الانفتاح لا شك يرتقي بالخدمات الصحية المقدمة في مستشفياتنا على صعيد الأبحاث العلمية وتبادل الخبرات والتعليم الطبي المستمر والتطور التكنولوجي في الخدمات الصحية، وكذلك تدريب الكادر الطبي والطبي المساند وإضافة خدمات صحية وطرق علاجية جديدة ومبتكرة. طيب نرجع حق المذكرة اللي أعلننا عنها في بداية الفقرة دكتور، يعني تم توقيع هذه المذكرة مع جامعة أوديني، كان حاضر بروفيسور دي توني رئيس الجامعة وأيضا القنصل الإيطالي في الدولة فالنتينا سيتا، وفي عدد كبير من المسؤولين كانوا حاضرين هذه الاتفاقية. خلنا نتكلم عن أهمية إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة أوديني، وليش اخترتوا هذه الجامعة بالتحديد؟ نعم، هذه الجامعة هي مؤسسة علمية إيطالية تأسست عام 1978 وتشارك بنشاط في المشاريع الخاصة بالطلبة وأعضاء هيئة التدريس مع جامعات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا، وتعمل حاليا في تعاون وثيق مع العديد من الجامعات من أوروبا ومن خارج الاتحاد الأوروبي. كما تشارك الجامعة في العديد من المشاريع البحثية على المستوى الوطني والدولي، ومتقدمة في عدة مجالات طبية مثل زراعة الأعضاء بما فيها الكبد والكلى والقلب والنخاع العظمي والعلاج الجيني والخلايا الجذعية وعلاج السرطان، كما أنها متقدمة في المجال البحثي وتعد واحدة من أهم الوجهات الطبية على مستوى أوروبا. ونحن سنحاول الاستفادة القصوى من هذه الخدمات من خلال نقل هذه المعارف إلى مستشفياتنا للارتقاء بخدماتنا الصحية بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة إن شاء الله. طيب الحين أبسلت أنت كطبيبة يعني اتفاقية مع جامعة عندها يعني أنشطة في زراعة الأعضاء وطب الطوارئ وفي بحوث متخصصة، أنت كطبيبة الحين كيف تشوفين أن ممكن تستفيدين من هذه الاتفاقية؟ طبعا محمود، لما تستوي مثل هالاتفاقيات فيستوي تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين. أوكي. يعني هم يستفيدون من خبراتنا وإحنا نستفيد من خبراتهم، فلما يكون في مثل الاتفاقيات معناه أن يكون عندي مصدر أن أنا أقدر أتعلم من خبراتهم. مثلا عندهم خبرات مثلا ممكن في مجال أو في حالات إحنا ما تمر علينا كثير، لأن كل دولة أو كل منطقة لها حالات ترى معينة تتميز فيها، فهم يستفيدون منا من الحالات اللي تمر علينا وما تمر عليهم بكثير. أوكي. في علاجها في متابعتها، وإحنا نفس الشيء، فهو منبع يعني بيكون منبع ثابت للعلم. هني أنا أبغى يعني ناخذ مجالات التعاون ما بين الهيئة والجامعة، شو هي السبرار؟ نعم، مجالات التعاون متعددة، نذكر منها على سبيل المثال تبادل الدعوات للباحثين والكوادر التعليمية المشاركة في البحوث، وأيضا تبادل الدعوات لمرشحي شهادة الدكتوراه وحملة شهادات الدكتوراه والكوادر البحثية المساعدة، أيضا تبادل الكوادر الطلابية والتخصصية، كذلك تبادل الأوراق والدراسات العلمية وتنظيم الندوات والبرامج التدريبية المشتركة وإعداد مشاريع تعليمية مبتكرة وتبادل الخبرات الطبية لتطوير الكادر الطبي في كافة التخصصات وفروع التخصصات. يعني في تبادل دعوات مرشحي شهادات الدكتوراه، الباحثين والكوادر التعليمية. يعني إذا ما انطرش دكتورة ندى بتروحين هناك إيطاليا بترين دراسة مو بشوبينج، نصير دراسة وشوبينج بطرشون أنا حاضرة. طيب سابرار، متى بتبتدون العمل في هذه المذكرة؟ العمل الحقيقة بدأ من أمس ما شاء الله. نعم. بدأت بالفعل من تاريخ أمس، ومدة سريانها 3 سنوات. طيب شو النتائج اللي تتوقعونها من هذه الشراكة والتأثيرات الإيجابية اللي تنتظرونها على مستشفياتنا؟ نعم، النتائج المتوقعة كثيرة للحقيقة، منها الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والطبية المساردة في مستشفياتنا على كافة الأصعدة من خلال تدريب الكوادر والأبحاث العلمية المشتركة وتبادل الخبرات والأطباء الزائرين وغيرها، وتقديم آخر ما توصل إليه الطب الحديث بهدف تحقيق رؤية هيئة الصحة في دبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أتمنى لكم التوفيق أستاذ ضرار. جزاكم الله بطرشون دكتورة ندى ولا؟ يا ريت. ممكن نقدم على الصحة وسعادة بالإيطالي من هناك محمود، شو رأيك؟ بروح تصير، أنا ما أعرف، أنا ثقافتي فرنسية.
ما اتكلم ايطالي. لا دكتور، في عندكم في الاستضرار يعني مستقبلا في اتفاقيات جايه بعد كذلك على نفس النمط هذا لتبادل الخبرات، وهذا في اشياء تبغي تخبرنا عنها ايضا الجهود اللي بذلت قبل؟ في عندك احصائيات بعدد الاتفاقيات اللي موجوده عندنا اذا يحضرك الرقم؟ ما عندي عدد معين للاتفاقيات، لكن الاتفاقيات حقيقه كثيره، منها اتفاقيات محلية مع القطاع الخاص، منها مع القطاع الحكومي، منها مع شراكات حكومية دولية. مثل عندنا اتفاقية إن شاء الله تعالى ممكن تبرم الشهر القادم مع معهد البحوث الأسترالي في كوينزلند، وهذا بيثمر إن شاء الله تعالى بتطوير البحوث في مجال السرطان، ويعزز إن شاء الله تعالى أيضا توجيه هيئة الصحة أيضا لبناء مركز متخصص في السرطان. نحن نتمنى لكم التوفيق. يعني أنا مستانس يعني أن في يعني قسم كامل للمشاريع وتطوير الأعمال في هيئة الصحة بدبي يعنى بمثل هذه الشراكات، لأنها تشكل أهمية كبيرة دكتورة، وأيضا إضافة كبيرة لتعزيز البحث العلمي وتعزيز وتطوير الكوادر الطبية. لأن صححي لي إذا أنا غلطان دكتورة، القطاع الصحي بالتحديد يعني له خصوصية عالمية، أن الواحد ما يقدر ينفصل فيه عن العالم تماما، لأن هنالك بحوث في اختراعات في أمور تعزز من صحة الناس. فهني عالميا كل الدول تنسق مع بعضها في هذه المجالات. بالضبط. ترى محمود احنا دائما نقول المرض ما يعرف حدود، ما له حدود جغرافية، المرض هي نفسه في امريكا، نفسه في اي مكان في العالم. فعشان شي تلاقون كل الدول يكون منها مذكرات تفاهم، تبادل خبرات، تبادل في تدريب الكوادر، عشان كلنا يكون عندنا خطة مشابهة لمحاربة الامراض اللي هي الاكثر شيوعا والاصعب في العلاج طبعا. صحيح. هو اي ابتكار يطلع في اي مكان في العالم، تقنية جديدة في طريقة علاج معين، هذه يعني معظم الدول المتحدة حضرة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى مشاركتها مع الكل. ما تتم عملية أن لا أنا باخذ هذه التقنية بتكون معايا ما بعطيها حق حد ثاني. لا، هذه شفناها أيضا يعني تقنية الصفدي مثلا، الدكتور الصفدي كان عندنا في هيئة الصحة اخترع تقنية كاملة في علاج صمام القلب. نعم. إنزين، هذه التقنية وفرت جهد وأنقذت حياة الكثيرين، وايضا يعني سهلت العمليه بشكل كبير. صحيح. نزيل. بالضبط. قام وجزاه الله خير الدكتور يعني ومستشفى دبي وهيئه الصحه اثرت ان تتناول هذه التقنيه مع مختلف دول العالم. الان التقنيه هذه تم اعتمادها ان شاء الله، وبيتم تعميمها على مختلف اطباء العالم، اطباء القلب في العالم. ان التقنيه اسمها تقنيه دبي في علاج القلب بعد. صحيح. ها؟ اكيد. تقنية كاملة اسمها تقنية دبي. فكل التوفيق لكم استاذ. عندك اضافة تبغي تضيفها؟ ممكن بس اخبركم شيء بسيط من نفس السياق، ان مثلا على مستوى تغيير الركب المفاصل. صحيح. كان مثلا هاي التقنية مثلا او الجراحة تكلف تقريبا 150 الف درهم حاليا. الجماعة الايطاليين هذه وصلوا الى تقنية عن طريق الخلايا الجذعية بحقن الخلايا في الركب، ترجع بشكل متعافي بشكل كامل، والتقنية هاي كلها تكلف 4000 يورو. فرق كبير. هذا موضوع مهم. مهم جدا. هذا موضوع مهم جدا. نبغي دكتور تشوف لنا حلقة نتكلم عن هذه التقنية ونشوف المعنية. متى بتدربون دكاترة على هذه التقنية؟ إن شاء الله الآن طبعا في من ضمن هذه التقنية. الآن يوجد الآن الجماعة في إيطاليا وفي هيئة الصحة في اجتماعات لتباحث الأمور التفصيلية. هذا خبر الساعة إن شاء الله. أول ما نحصل المعلومات الكافية مستمعين ما أخبركم عن تفاصيل هذه التقنية، لأن هذه تهم وايدين. صحيح. عموما شاكرين لك أستاذ ضرار الحسيني مدير المشاريع وتطوير الأعمال في هيئة الصحة بدبي بقطاع المستشفيات. شكرا جزيلا ونتمنى لكم التوفيق. شكرا لك. شكرا لك. بعد الفاصل شو عندنا؟ بعد الفاصل عندنا موضوع مهم. معنا بيكون دكتور مروان الملا بيتكلم عن موضوع مهم. شو هو؟
فبقوا انت قولهم الشراكات الاستراتيجية بين هيئة الصحة في دبي والقطاع الصحي الخاص، وايضا ما نطرق لبعض المواضيع الخاصة بالتنظيم الصحي والقوانين والتشريعات اللي تنظم هذه العملية، واللي ايضا تساهم في استقطاب ابرز المستشفيات والعيادات والاسماء الطبية الكبيرة والرنانة عالميا الى امارة دبي. بنطلع فاصل، بعد الفاصل بنتواصل معاكم، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مرة اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. دكتورة ندى، رجعت ناصر ولا؟ صباح الخير. وين سرتي؟ ماشي شي كلمة راس مع أميرة ورديت. ايه على الهواء نحن سارة كلمة راس قبل الهواء ترى في البريك، لازم احنا الحريم ما نقدر، لازم شي كش عنا كل موضوع يكون عندنا مهم وكلمة راس وخصوصي تعرف يعني. ايه ما حد ودانا في داية غير كلمة الراس هاي ما بين الحريم خراب بيوت كل العلوم المهمة في كلمة الرأس هاي. إيه كلمة رأس وطير روس عليها. عموما ناخذ يعني مستمعينا موضوع مهم اللي ما نطرحه حاليا مع الدكتور مروان الملا مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، طبعا ضمن جهودها المبذولة من أجل تهيئة المناخ الأمثل للاستثمار في القطاع الصحي وبناء شراكات قوية بين القطاعين الحكومي والخاص. تسعى هيئة الصحة بدبي إلى تحديث السياسات والآليات التي تنظم عمل المؤسسات الصحية الخاصة في المستشفيات والمراكز وحتى العيادات الطبية، واللي تتطلع من خلال سعيها إلى توفير خدمات طبية تتوافق في مستوى جودتها مع نمط الحياة المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة اللي يتسم بالرفاهية التي تعيشها دبي على وجه التحديد. وبين أهداف تنمية الاستثمار وتوفير خدمات طبية عالية الجودة وأسعاد المتعاملين، تحرص هيئة الصحة بدبي على تكوين شراكات جديدة وتقوية العلاقات بين مستشفياتها ومراكزها الصحية وبين منشآت القطاع الصحي الخاص. حول أهمية الشراكات بين الهيئة والقطاع الصحي الخاص معنا في الاستوديو الدكتور مروان الملا مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي. صباحك ورد دكتور مروان. صباح النور، أشكركم على الاستضافة أخوي محمود دكتورة ندى، ويعني نحن جاهزين للاستفسارات. جميل، نحن بس نذكر بأرقام التواصل معنا الدكتور. أرقام التواصل معنا على 600-551-414 ورسائل النصيحة على 4006، موجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. زي هنا ندى الملا ودكتور مروان الملا تقربون حق بعض شيء؟ نحن الزملاء في الطب. جميل جميل. طيب دكتور ندخل في موضوعنا الرئيسي، نحن نتكلم عن مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في القطاع الصحي الخاص في إمارة دبي. أنتم توفرون بيئة عمل مناسبة للاستثمار في هذا القطاع، وأيضا هو قطاع مزدهر يمكن يتماشى مع توجه الحكومة. نحن كانوا يقولون 70-30% من مزودي الخدمات الصحية في إمارة دبي من القطاع الخاص و30% من القطاع الحكومي. نحن وين وصلنا؟ هل وصلنا هذه النسبة؟ تقريبا نسبة 70-30. ويعني لو نشوف نقارن المستشفيات مثلا، نحن عندنا 4 مستشفيات في هيئة الصحة، وفي القطاع الخاص عندنا 28 مستشفى ما شاء الله. وفي يعني في سنة 2017 تم افتتاح مستشفيين، يعني العدد الإجمالي 28، وفي مستشفيات ثانية بعد في طور الإنشاء وحتى تزيد من الكفاءة والسعة الاستيعابية وتكون دبي تكون جاهزية أكبر لإكسبو 2020. ممتاز. إذا شو هي يعني طبيعة المناخ الاستثمار والفرص المتاحة في إمارة دبي، شو اللي توفرون أنتم هني دكتور يميزكم عن غيركم من الدول؟ طبعا إمارة دبي في كل المجالات تكون يعني متميزة في تشجيع الاستثمار، إن ما نأخر المستثمرين، تخلص المعاملات بشكل سريع، إزالة العواقب التنظيمية، العقبات التنظيمية. يعني إذا في تطورات في الطب مثلا، التطبب عن بعد اللي هو التلي ميديسن، احنا وضعنا معايير للتلي ميديسن، للتطبب عن بعد، للطباعة ثلاثية الأبعاد، نشجع حتى يعني
يعني في حتى مثلا مستثمري جو يوعدنا يستشروا عن الخلايا الجذعية الستم سيلز، فنحن طبعا نشجع الاستثمار في هالمجالات. وحتى يعني في بعض المنشآت أعطيناها موافقة على التطبب عن بعد، مثلا الصيدليات الحين في صيدليات عندهم أبليكيشن تطبيقات إلكترونية عن طريق الموبايل، والمريض يقدر يعني يصور الوصفة الطبية، يصور الهوية ونسخة التأمين أو بطاقة التأمين ويبعث عن طريق النظام أبلود على الابليكيشن، يوصل للدواء يكون مخزن طريقة طبعا صحيحة في مكان بارد ويوصل للبيت. يعني يا سلام ممتاز، شيء جميل. يعني طبعا هذا الحين ثورة التطبيقات الذكية، وأن كل شيء يتم عن بعد، تطبيق عن بعد، وحتى حين الأدوية وغيرها يسوي عن بعد. دكتور مروان سووا لنا شيء عن بعد، عندنا العيادات الصداع الذكيه تعطي التطبيب عن بعد كل الاثنين. انا ادري ان عندكم كل اربعه عشان انا ادري انك تعرف عشان تجي تسالني. فاحنا كهيئه الصحه في دبي شو الدور اللي نقوم فيه عشان نزيد او نسهل فرص الاستثمار؟ يعني طبعا نحن الاجراءات مالنا تبسيطات عندنا اسرع. زين، نحن الحين في سنه 2018 عندنا مشروع ل دراسة الساعة السريرية، آخر مرة عملنا دراسة الساعة السريرية في 2012، فالحين بيكون في تحديث 2018 بعد. يعني من مخرجات الدراسة هذه أن تكون عندنا على أرض الواقع صورة واضحة للخدمات الموجودة في النطاق الجغرافي، وفي مثل يعني توقعات مستقبلية الفوركاست للتخصصات اللي نحتاجها في إمارة دبي. فأي مستثمر حابب يستثمر يشوف المجالات المطلوبة يقدر يعرف التخصصات وبيعرف الأماكن الجغرافية المطلوبة. جميل. نحن نذكر بأرقام التواصل معنا 600-551-414 ورسائل نصية على 4006 ولايف على نور دبي على الانستغرام. طيب موضوعنا الرئيسي نتحدث عن الشراكات الاستراتيجية بين هيئة الصحة بدبي والقطاع الصحي. دكتور لا شك أن يعني هذه الشراكات وهذه الإجراءات المبسطة اللي تقومون فيها هي تعزز عملية استقطاب مثل هذه الأسماء العالمية في القطاع الصحي، ولكن هذا ما يعني أن ليس هنالك رقابة ومتابعة لسير عمل هؤلاء، وهذا من صميم عملكم كذلك في التنظيم الصحي. عندكم جهد كبير تسوونه، فما نتكلم عن هذا الموضوع في الدقائق القادمة لأنه موضوع مهم جدا. فخبرنا في البداية أول شيء يعني أنتم خرجتم من الشكل النمطي للرقابة، خبرنا عن آليات الرقابة الصحية اللي موجودة عندكم ومدى فاعليتها. طبعا الرقابة يعني هي موجودة لضمان سلامة المرضى، حتى نتأكد من الإجراءات يعني القواعد اللي تحصل في المستشفيات والعيادات تكون في الطريقة الصحيحة. ففي بعض أنواع التفتيش اللي هي المعلن عنها. زين، يعني يكون نحن نقوم بإعلام المنشأة الصحية أننا بنزوركم ونبعث لهم مثل لائحة وياك، هذه المواد اللي راح نناقشها ونشوف انها متوفرة ولا لا. وطبعا في نوع ثاني التفتيش الراندوم، يعني العشوائي اللي بدون اعلان، هذا بعد هدفه سلامة المرضى. وبس نحن نأكد على ان التفتيش هذا يتم بحرفية، ان يعني نحترم العيادات وحتى يعني نحاول قد ما نقدر ان حتى الموجودين ما يعرفون ان هذا التفتيش موجود، يعني بيكون باحترام بمهنية عالية. نحن هدفنا مصلحة المريض، مش هدفنا يعني ان نجمع غرامات. زين، وبعد في مرات التفتيش يكون يعني نحن عندنا خطط يعني مستقبلية على نظام شريان الجديد، يكون التفتيش عن بعد. يعني في تطورات او مثل يسمونه innovative ideas، انترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء. نعم. فهذا راح نربطه بشريان جديد، سواء كان مثلا مقياس درجه الحراره والرطوبه في بعض الاماكن الحساسه في المستشفيات. زين، او يعني باي وسيله ان نربط المستشفى يكون مربوط بنظام التراخيص عنه. وحتى مرات مثلا نحن نطلب من المستشفيات او العيادات يقومون باجراءات تصحيحيه، فما في داعي للتفتيش حتى نتاكد. يقدرون يصورون المكان. نعم. ويبعثون الصورة عن طريق النظام، نحن نشوف إذا الإجراءات هاي تمت يعني حلها ولا لا.
ممتاز. دكتور مروان، شو الحقوق والمسؤوليات والواجبات في القطاع الصحي الخاص وبين جمهور المتعاملين؟ طبعا في حقوق للمريض وفي حقوق للأطباء المهنيين الصحيين. البارحة كان يسألنا شخص دكتور يقول في 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 القطاع الخاص ما يوفروا لنا أطباء يتكلمون بنفس اللغة مالتنا. هذا واحد من حقوق المريض يعني، وهذا اللي ردي يعني، يعني إذا أي واحد عنده ملاحظة يقدر يتواصل معنا ونحن بنشوفها. حقوق لائحة حقوق المريض كل مستشفى لازم تحطها، يكون بشكل واضح في المنشأة الصحية. جميل. وبالإضافة للترخيص يكون واضح بعد زين، وحتى إن يعني حقوق المريض إن يشوف إن الشخص هذا مرخص ولا لا، إن الكونسنت أو يعني الموافق على إجراء عملية أو إجراء جراحي. نعم. يكون بعد شرح كامل وبطريقة سهلة مبسطة بلغة المريض للإجراء ومدى ضرورته ومدى يعني احتمالات المضاعفات إذا فيه يعني. فهذا يعني شرط أساسي أن المريض يعرف قبل ما يوقع. في مرات للأسف يعني يكون في توقيع على السريع يعني بدون ما الواحد يقرأ وبدون ما فيه يكون شرح كامل. هذا نحن نطلب هذا الشيء أولا لضمان حقوق المريض، لضمان سعادته، وحتى يعني يؤدي إلى تجنب المشكلات والشكاوى الطبية بعدين. إذا المريض يعني شرحنا له في البداية راح يكون متقبل، إذا صار لا قدر الله يعني مضاعفة راح يكون متوقع هالشيء أو يعني تم إعلامه إنه في نسبة من الخطر إنه يحدث هذا المضاعفة تحدث، فيكون في تقبل أكثر. وطبعا في شيء ثاني بعد مهم، لأحد سلوكيات وأخلاقيات المهنة بالنسبة للمهنيين الأطباء وكل المهنيين الصحيين، هذه موجودة عندنا في الموقع الإلكتروني. ونحن بعد يعني نشرنا أن ضرورة قراءة والتزام بهالمعايير، لأن بعض المعايير يعني نشوف أن في بعض الأطباء يقولون نحن ما سمعنا وما نعرف. صحيح. يعني فنحن نحاول بشكل دوري ننشر هذا الشيء. يعني شو يعني ما يعرف دكتور، ما يعرف المعايير، يعرفون كل شيء. يعني شيء بعطيك مثال. مثلا في دكتور استلم هدية من مريض، هدية قيمة يعني، وحطها على السوشيال ميديا على الانستغرام. فهذا خير مسموح فيه في أخلاقية المهنة. هذا مش شيء يعني خاص فينا نحن، هذا عالميا ان الطبيب لازم ما ياخذ هدية من المريض، لان راح يأثر على أداء، راح يأثر، راح يعطي ضغوطات للمرضى الثانيين. سمعتي الطبيب ما ياخذ اي هدية من المريض، ما نقبل اي هدية. ومرضانا يعرفون لما يقولنا دكتورة بنجيب لك، لو يبوا من طيب خاطرهم حتى نحط احنا في العيادة او يعني نقول لهم رجعوا. كل ما سافر يجيب لي الصوغة، يجيب لي الصوغة. وين هذا غلط، لان غلط يبون حمد تايم البحرين علينا، ما يبون شيء. لا هذا المثال اللي شفناه، يجيب الصوغة ويجيب الصوغة. انا مريض تراني بعد انت هو يسافر مو مريض دكتور مروان. اقول له هو مو مريض، اقول له هات صوغة لازم. المثال اللي شفناه الدكتور اخذ هدية رولكس، ما شاء الله ولا شيء. لا رولكس يعني، وكان فرحان يعني ويشكر المريضة. اوكي بس هذا شيء لا يجوز يعني. انت تطرقت لموضوع وايد مهم دكتور. زين هني موضوع السوشيال ميديا، يمكن الفترة الماضية كانت هناك حديث كثيرة في فيديوهات يطلعون فيها اطباء على السوشيال ميديا. هني ابغى اتكلم عن هذا الموضوع دكتور، ومدى رقابتكم على 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 وسائل التواصل الاجتماعي، لانها صارت واحدة من المنصات اللي تصير فيها تجاوزات طبية وصحية كبيرة. فابغى اتكلم عن هذا الموضوع دكتور، شو اللي تسوون انتم في التنظيم الصحي للحد من هذه الظاهرة؟ اول شيء السوشيال ميديا طبعا هي وسيلة يعني مفيدة. يعني إذا تم استعمالها بالطريقة الصحيحة مفيدة، راح تشجع إن على السياحة الصحية. نحن كهيئة الصحة في دبي نشجع على السياحة الصحية في إمارة دبي، وحتى يعني نبرز للعالم يعني جودة الخدمات الطبية الموجودة في كل المجالات، سواء التجميل أو يعني بعض الجراحات التخصصية مثل الركب. فهذه وسيلة جدا مهمة ونشجعها، بس لازم تتم وخلق أخلاقيات المهنة ووفق يعني المعايير
يعني الدينية والأخلاقية الموجودة في الدولة. فالأطباء بعضهم يجون من أماكن من جهات يعني خارجية أجنبية، يمكن شيء يكون متقبل لهم في دولهم، بس هني في دولة الإمارات غير متقبل. حتى نحن يعني رعنا تصور إن شاء الله قبل ما نعطي الترخيص لأي طبيب ندخله كورس أو يعني نعطيه مثل عدد معين من الساعات نشرح له طبيعة المجتمع وندله على القوانين والمعايير بالضبط. يعني ما راح نغطي القوانين كلها، بس نعطيه فكرة عنها وتكون يعني الموقع يكون واضح بالنسبة له. فنحن دورنا نشوف وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى نستقبل الشكاوى إذا شفنا يعني تجاوزات. فإذا شفنا تجاوزات في عيادة مرخصة من عنا ننبه العيادة، إذا كانت تجاوزات كبيرة يتم التحقيق فيه لأن تعدى أو خالف أخلاقيات المهنة. وفي تجاوز من نوع ثاني اللي هو بخصوص الإعلانات الطبية اللي هي ترخص حاليا من وزارة الصحة ووقاية المجتمع. صحيح. طيب هذا يقودني دكتور للحديث عن بعد كذلك بعض الحسابات اللي تطلع عندك في السوشيال ميديا، يقول لك والله في برودكت حق التنحيف، برودكت يطول الشعر، هذه الشغلات نبغي يعني دائما نحن ما نقول حق المجتمع بهذا الخصوص يا جماعة الخير لا تاخذون اي شيء من السوشيال ميديا، لا دواء ولا شو اسمه الا من حسابات رسمية اللي هي معنية بتنظيم القطاع الصحي مثل حساب هيئة الصحة بدبي او وزارة الصحة جهات حكومية. ولكن اي واحد على السوشيال ميديا يطلع لي والله برودكت بيبيع دواء تنحيف ولا كذا، هذول كيف يتصرفون معهم؟ انا نصيحتي عدم شراء اي منتج غذائي ولا دوائي من عن طريق يعني اعلان عن طريق الانستغرام، لان في تشوف الحسابات كل ما نمسك حساب تطلع حساب ثاني. يعني الانستغرام سهل تسوي حساب جديد، فالافضل توعية الناس بالضبط، ويكتبون معلومات خطأ. يعني يكتبون مثلا مرخص من هيئة الصحة، مرخص من وزارة الصحة، مرخص من احيانا عشان يقومون المنتج دكتور يكتبون مرخص من هيئة الFDA، مرخص من الFDA، فالناس تحس انه ما دام مرخص من امريكا معناه انه هو منتج قوي وزين وانه امن يعني. ولكن ليس كل ما يقال عنه مرخص هو فعلا مرخص. انا ممكن اكتب بسهولة ان المنتج مرخص ولكن ما يكون مرخص في الحقيقة. فنحن عندنا وسيلة الكترونية للتأكد من ترخيص الطبيب او المنشأة الصحية، هو برنامج دبي الان، دبي ناو. زين، وفي قسم باب الصحة، وشوف في قسم الاطباء والعيادات، فاي شخص يقدر يروح على هالرابط صح دبي الان الصحة، وبعدين يشوف الاطباء والعيادات ويقدر يعمل بحث بالعربي او بالانجليزي. ممتاز، فهذا يعني يعطيك ان تقدر تعرف ان الطبيب مرخص او لا. جميل. دكتور قبل لا نختم معك، بس يعني كلمة أخيرة تبغي تقولها أو محور معين نحن نسينا نتطرق له، شيء معين تبغي تقوله قبل لا نختم؟ هيئة الصحة في دبي في مؤتمر صحة العرب أو معرض صحة العرب 2018 أطلق معالي حميد القطامي مبادرة قياس لتطوير نظام أداء المنشآت الصحية بإمارة دبي. هذه المبادرة راح تسهم يعني راح تكون مفيدة جدا للمرضى. هذه تخيل إذا واحد يبغى يسوي عملية يقول وين أفضل طبيب؟ نعم. في العادة الواحد يجاوب بطريقة بس يعني سواء أنا كسمعته في السوشيال ميديا أو السمعة يعني بدون شكل موضوعي. نعم. مبادرة قياس راح تكون على أسس علمية فيها مؤشرات سلامة المرضى، الجودة السريرية، سعادة المريض، كفاءة الأداء، مؤشرات تشغيلية. وبعد ما نتم نخلص الدراسة هذه راح يكون في مثل تصنيف ويكون واضح للمرضى يقدرون يعرفون الخدمات الموجودة. جميل. طيب هل يوجد مهلة نهائية لتجديد تأمين الأولاد؟ الرجاء التوضيح الآن. هذه المهلة يعني مثل أي مهلة ثانية، مثل أي تأمين أتوقع. وأعتقد تتحدث عن التأمين، انتهى مهلة التأمين لازم تجدد. في عندك يعني كل شهر أظني غرامة 500 درهم، يعني
الحق ويسرع عليه يسرع على أي تأمين ثاني التأمين يعني ومن ينتهي التأمين تسرع نفس الغرامات. طيب دكتور نحن شاكرين لكم جهودكم نتمنى لكم التوفيق ودائما ما تنورنا في البرنامج وإن شاء الله يا رب يعني منها إلى الأعلى. دكتور بس إذا في حد عنده شكوى طبية وين يتوجه؟ شو أرقام التواصل معاكم؟ طبعا 800DHA أوكي. وبعد عندنا الموقع الإلكتروني عن طريق هيئة موقع رابطة هيئة الصحة في DHA.gov.ae. وبعدين يقدم الشكوى الإلكترونية هناك. شكرا لك دكتور مروان الملا مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي. شاكري لك هذا التواجد. سمعتي قال الدكتور ماشي أزهر على السريع ناصر يقول ماشي ماشي ما هدايا لا تطلبين صورة أوكي بس المريض يسوي يطلب من الدكتور هدية عادي ها دكتور يستوي صح عموما شاكرين لكم. شكرا لك ميرا الخصلي وشكرا لك يا ناصر السليمي وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وشكرا للدكتورة ندى الملا. وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.